السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد زين الدين. كنتمنى لكم الصحة والسلامة. اليوم كما كتشوفوا مبدل شوية لسميتو دير الحولي. درت الحولي هذا العام، هذا علاش؟ باش نبدل الروتين ديال الحياة ديالي الحمد لله، ونعيشوا مع الأغنام، نعرف عليها بزاف ديال الأشياء، وعرفت عليها الحمد لله هذا العام. هذا العام اكتشفت بزاف ديال الأسرار، منها كيفاش كيغشوا، منها كيفاش يعلفوا علف طبيعي. تعلمت بزاف ديال الاشياء ولله الحمد، يعني وهاد التعلم اللي تعلمت بغيت نوصله ان شاء الله الرجال ونساء ديال العالم، ماشي غير المغرب، كاع المسلمات. من خلال الرساله اللي بغيت نوصل هو ملي كتلقاو بعض الناس كيلقاو وتنشوفوا اضحيه العيد فيها الريحه، تيحيروا مناش هاد الريحه. هذه الريحه اختي الكريمه واخي الكريم، الريحه كتكون اول سبب هو العلف. يعني العلف اشنو كان كيعطي مول العلف؟ اش كان كيعطي للعلف؟ ثاني حاجه الاختيار يكون ملي نبغيو نختاروا الحولي تكون النيه ديالنا اشنو فيها. واش الحولي اختاريناه هديه لله لان اللحم كناكلوه العام كامل؟ واش هديه لله سبحانه وتعالى كسنه ابراهيم الخليل عليه السلام، او لا خديناه اللحم وقرونه كبار لا كبير لا جنة كبير على الاخ على فلان؟ اذا هنا باش يقبل منك الله سبحانه وتعالى ويقبل منا ان شاء الله الرحمن الرحيم وضحيه العيد، راه كل الزغبه بحسنه. خاصنا نمشيو بالشروط اللي وصانا عليها الحبيب عليه الصلاه والسلام. اول حاجه تكون القناعه، نشدوا الحولي نفكروا باننا غادي نقسموه على ثلاثه: ثلث للذاخره، ثلث نصدقوا في سبيل الله، وثلث ناكلوا العائله. تكون القناعه، يعني ما يكونش الحولي هدف ديال اللحم فقط. هنا فين الله سبحانه وتعالى غادي يجعل فيه البركه، وتكون اللحم ديالو يكون لذيذ، ويكون المال ديالو ما يكونش من الربا، وما يكونش من نمشي للكريدي مثلا. غادي نقول الراجل ديالي بغى يتحولي سمين وكبير وهذا، ويمشي مسكين يتكلف ويهز الكريدي ديال عام، اش من حولي هذا؟ انا بالنسبه لي بلا ما تعيدي اختي الكريمه اخلي عليك في الثقه. بعض المناسبات الناس كيشربوا الحولي كيلقاو خامس قبل اللحم وكيزرع، ما هي الاسباب؟ الاسباب هي الاكل اول حاجه. انا اكتشفت الاكل لان شفت بعض الناس كنعرفهم، مشيت عندهم باش نقتني من عندهم بعض الحولي، لقيت الحولي فيه الريحه من الكوري. انتم شفتوا جيتوا عندي الحولي عادي، من الكوري كتعطيك الريحه ديال الحولي، ملي كتذبحوا كتعطيك الريحه ديالو. هذا كيكون من العلف اشنو واكل. شوف كاين غير الانسان، الا هو كان انسان طبيعي وانسان سميتو كتلقى الرائحه ما بين الناس مختلفه. نفس الحولي حتى هو، الا وكلتي الشعير الدرغ الفصه كما جيتو شفتو الفصه الشعير الدرن النخاله والشمندر، هادو هما اللي كنعطي للحولي ديالي الحمد لله. نقي ماشي تنشكر حوليه، كاينين بعض الكسابه اصدقاء ديالي كيعطيو نفس العلف الحمد لله الحولي ديالهم نقي. بعض المرات الناس كيشريو الحولي وكتبقى يومين وكتسيم وتجيبوه للدار، واش تنصح الناس يتعاملوا مع الحولي في الدار؟ يتعاملوا مع الحولي في الدار يعطيوه غير التبن. انا نفضل يعطيوه التبن ديال الفصه لانها 3 ايام. الحولي اصلا نورمالمون راه جاي عالف من عند السيد ديالو. الا كان السيد اللي هو كيعطي العلف يوميا بحال هكا حتى هو ويخلي حتى لاخر لحظه في العيد، راه غادي يديو الحولي عالف، ما كاينش زعما مشكل. غادي ياخذ غير ياخذوا التبن ولا الفصه ولا باش غادي يتلهى هذيك 3 ايام ان شاء الله كافيه. وتحذير من واحد الحاجه، واحد البدع كيديروها بزاف ديال الناس، يحيدوها بتاتا، راها بدع من الاخيب البدع، انهم كيحنيو ليه وكيديروا واحد التبركات، كاين اللي كتشد البطانه وديرها على وجهها، هذاك الشيء كله نحيدوه. سنه ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام، وهديه لله سبحانه وتعالى، فلا داعي اننا ندخلوا في هذا الشيء. هذا اذا ظهروا شي حوايج في الحولي مثلا أنا إلى ظهروا إلى فت يعني مثلا إلى صلخوا وبان لهم شي حوايج يستشروا مع الطبيب من أحسن، لأنه ما يكونش ملهوف على اللحم أكثر ما يخاف على الصحة ديالو، يخاف على صحته وتخاف على صحته وصحة وليداتها الأخت قبل ما تفكر في اللحم. إلى بان لهم ما غاديش تبان لك الا تذبح، غتبان لك زعما قبل الذبح. وملي الذبح الحولي قلت لك ضروري استشاره الطبيب، ما يزربش الانسان يهز اللحم ويدير لي ليزاناليز ويشوف. تقبل منه منكم صالح الاعمال ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحولي في الاختيار ديالكم يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم تمشوا عند الناس اللي غادي تثقوا فيهم وترتاحوا ليهم. بالنسبه للحولي الشوفه راها باينه، يكون الحولي نقي، السقيطه ديالو نقيه، ما يكونش فيه حبوب، ما يكون فيه حتى شي حاجه، ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون الامور بخير وعلى خير. والحولي راه موجود تمام. الاثمنه ما يمكنش غنعرفها دابا لان باقي كيعلف. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.